جوج محمرين عندك 15 مليون سنتيم تحطها. إذا هنا
عندك ستقوم بعمليه القنص واحد لابيريود معينه القرى. ملي تيجي وقت المحمرين عندك في الطيور المهاجره عندك فيها خمسه، وباش يمكن لك تقوم بعمليه القنص خاص تكون عندك لاكارت ديال الجمعيه، وتكون عندك لاكارت ديال لافيدراسيون، وتكون تشارك في التظاهرات. ماشي عندك هذه البطاقات فقط تتحوزهم وبعد ذلك تقوم بعمليه القنص ان سابوتاج للطبيعه كما هو شان اللي كاين دابا في مدينه وجده وتهربوا الديار عن طريق مدينه عن طريق الجزائر، وهذا شيء مؤسف له اللي غنتحركوا بشكل جد مكثف لايقاف عمليه القنص بطريقه عشوائيه. الصوره اللي شفتوا ان عمليه القنص عنده محدده ويلقى انفمال يعني نتوه تيطلقها الى شيها وما كاين واحد القليله خاصنا ناخذوها ان شاء الله ان اقتضى الامر والاستمارات والاستجلال والباقي الاخوان ديال الجمعيات تيكون الافتتاح ديال الموسم ديال السنه باش الطيور الكراشطه اللي ما تتحفظش تتكون الافتتاح بهذه الكيفيه تنقوم بعمليه نطلقوها للطبيعه ترجع الى الطبيعه للتوالد والتكاثر فقط نحتفظ بالطيور اللي حفظت. الكيفية كاين عندي بعض المؤاخذات على الصورة اللي كانت ولكن أنا في موضع أنني خاصني نجاوب فقط. النسبة خاصها تكون قليلة ضد حنا الكيفية ديال العشاش لأن العشاش ما عطاتش نتيجة. أولا تيجي الطير ناقص، ثانيا ما تيتكلمش بالكيفية المطلوبة، ثالثا أنه تيوقع له إلا قلبتي لا بواطي ديالو تتلقاه منفوخة، عنده لو فوا ربما مشات له القضيه ديال الماكل الدوساج ما محسوباش. اذا كاع الا جات يحفظ الي تري اكسيتي من الرز ديال الخصم تيضرب على القصيبه ديالو يضرب على الجناح ديالو. اذا اني با غونطابل انا القوديم ديال العشب من دابا حاليا تنحفل انا ولاو الاخوان كلهم يشاطرونا ونبداو بالطيور فقط ديال الطبيعه ونعارضوا معارضه شديده نصيدوا المحمرين وشكرا لكم. محمد نتكلم معكم دابا انتم هذا الفرح تقولوا استقبلتوه درتوا 50 حرس وغرامه هاك ودوك الناس اللي كيضربوا الطياره وتاخذوا فراخ وضربوا كل شيء تاخذوه من روحنا وتقولوا شو تاخذوا اما هذاك اللي تجيب اللي تعيش تعيش منا تاكل منا اما اللي تجيب اللي تضرب فراخ وضرب دجاج وضرب كل شيء يموت فين هو ها؟ نقول اشوفوا زوبني وتكلموا معايا هذا الشيء كيضرب ونشكروا ابو محمد على هذا السؤال اللي وضعوه لانه سؤال وجيه وهذه المساله ناقشناها احنا قبل عنده صح لا يعقل لان ما عندناش جمعيه تقوم بحمايه الطائر. هذه الجمعيات عاد ثنائيه فيما بينها الدور ديالها في حمايه الطائر وفي حمايه البيئه. اذا شيء مؤسف له العمليه ديال الاباده بالطرق غير قانونيه وغير مشروعه لا تجد هناك جمعيات فاعله تتدخل من اجل الحد من عمليه الاباده الجماعيه لهذا الصنف خاصه صنف الحصول الحر. حقيقه رجعت للقانون ديال القنص ان المقلين يجوز ابادته حينما تشكل خطرا على الحقول الزراعيه. نقول لهم طيب متفقين معكم ولكن بامكاننا احنا كجمعيات فاعله نقوم بعمليه القنص ديال تلك الطيور في تلك المناطق التي تشكل خطرا على المزارع ونقوم بتحويلها الى المناطق اخرى التي فيها خصائص لذلك الصيد. وبهذه الكيفيه نقوم قد ربع عصفورين بحجر واحد. الجمعيات قامت بالدور ديالها وهذا الشيء اللي تقول لنا.
واش واخا يضرب